أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل محبة وخير. ننتقل وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد، ويسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ رامي العسيسي. بداية أستاذ رامي، أهلا وسهلا فيك. أهلين فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا في بداية برنامجنا نتعرف بشخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. رامي العسيسي من هو؟ ستي، أنا رامي محمد سعيد العسعيس، بنتمي طبعا لعائلة ديربان. تمام. بالبداية طبعا بالنسبة لدراستي أنا كانت لغاية الثانوية، والحمد لله بعد الثانوية طبعا ما صار فرصة إنه أنا أكمل تعليمي. انتقلت ممكن للعمل. انتقلت للعمل مع الوالد. الوالد طبعا هو مؤسس مصنع العسعيس للحجر والرخام في الأردن. انتقلنا بالمصنع. يعني كانت هي المهنة قديمة شوي. المهنة إحنا بدايتنا في المهنة من سنة 82. ما شاء الله. من سنة 82. فانتقلت للعمل مع الوالد. كان عندنا مصلحة صغيرة في بداية الأمر. الحمد لله طورنا سنة بعد سنة توصلنا لمصنع العسعيس الكائن في عمان في منطقة سيحة. ما شاء الله. خلينا نحكي عنك أنت كشخص كأستاذ رامي. بعد انتقالك اللي خلينا نحكي الفترة الأولى للمصنع، نحكي في مجال تطور هالمصنع بوجودك أنت في المرحلة أو في المحطات اللي أنت كنت فيها لليوم اللي وصلتوا أنتوا فيه اليوم للإمارات. يعني ستي الحمد لله رب العالمين، إحنا فضل جهود الوالد، فضل ربنا وجهود الوالد درجة صح. أولى صح. قدرنا إنه إحنا نتطور في مصنعنا. كنا إحنا بالسوق المحلي شغالين على السوق المحلي، والحمد لله تطورنا وصلنا للسوق خلينا نقول الخليجي. أكيد. ثم إن شاء الله للعالم. إن شاء الله. انطلقنا يعني انطلاقة خفيفة خلينا نقول للعالمية إن شاء الله. إن شاء الله. معناته بنرجع نحكي من بداية 2000 اللي هي سنة انتقالكم للإمارات. هل السنة هاي كنت أنت من بدايتها موجود من بداية انتقالكم؟ بالضبط. نحكي فيها من البداية، كيف كانت الانطلاقة من الإمارات؟ وقبل ما نحكي كيف كانت الانطلاقة، نحكي ليش اخترتوا دولة الإمارات تحديدا لحتى تكون هي الوجهة الثانية لكم بعد الأردن؟ ستي احنا بالنسبه لنا للسوق المحلي في الاردن كان لابد منه ان احنا نفتح فروع لنا بدول اخرى. اكيد. فاخترنا دول الخليج، ومن دول الخليج اخترنا الامارات. نعم. دوله الامارات. الامارات مشهوره ومعروفه بالامن والامان، معروفه بالتعامل التطور والاستقرار والاستقرار الموجود. بالضبط. في نعم. في اللي كانت يعني هي فبالضبط احنا كان عندنا يعني هي كانت سبب انتقالكم لدولة الإمارات، أو كانت من أهم الأسباب. بالضبط. هي الأمن والأمان. صحيح. والازدهار البلد طبعا، والحمد لله إنه هالبلد ما شاء الله. أكيد. كل مالها الخطوة الأولى اللي اتخذتوها في لحظة وصولكم للإمارات، في أول مجيئكم بسنة 2000 للإمارات لتبدو بهالعمل تبعكم، شو كانت الخطوة الأولى؟ والله الخطوة الأولى هي كانت طبعا بتعرف أنت كل تأسيس شركة شوية في البداية بتاخذ شوية مشاكل. صحيح. الحمد لله طبعا اللي فتح الشركة وأسس الشركة برضو في البلد هنا برضو الوالد اللي هو والدي محمد سعيد أبو رامي. بلشنا الحمد لله، تعرف أي شركة بتبلش من الصفر. أكيد. والحمد لله رب العالمين احنا اليوم وصلنا لشيء يعني غطينا تقريبا الامارات كامله. الحمد لله. بالبدايه كانت صعبه انتقالكم للامارات، كيف كان التعامل بينكم وبين الكاستمرز، خصوصا انه بلد لاول مره بتدخلوها بعد ما كنتوا انتم مطورين مشاريعكم في الاردن، مصنعكم في الاردن، كل بالعكس تماما. كانت الامور كثير سلسه. الدوائر الحكوميه لفتح الشركه كانت كثير سلسه. التعامل مع الملاك، التعامل مع الإداريين، التعامل مع الجهات الرسمية كان بكل سلاسة وبكل أدب وبكل أخلاق. ما كان في تميز إنه أنت أجنبي أو مغترب أو لوكال يعني أو مواطن. صحيح. 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 خلينا نحكي اليوم أكثر عن شركتكم في الإمارات، عن الخدمات اللي أنتم بتقدموها اليوم بشركة حطين. ستي إحنا شركة حطين تأسست بسنة 2000 في البلد. منذ سنة 2000 الحمد لله انطلقنا انطلاقة كانت قوية من البداية. نعتبرها قوية. لماذا؟ ليش؟ لأنه إحنا في عنا أساس. كان في عنا أساس وخبرة اللي هو طبعا مصنعنا الأم، مصنع العسيس. وبجهود طبعا الوالد وخبرة. أكيد. الوالد الحمد لله رب العالمين. بعد طبعا فضل ربنا. أكيد. طبعا إحنا شركتنا مختصة في توريد وتركيب جميع أنواع الحجر. جميل.
طبعا احنا اذا بتحبي نذكر انواع الحجر يعني الحجر احنا بنشتغل في الحجر الاردني بالحجر الفلسطيني بالحجر السعودي بالحجر السوري طبعا ومشت الامور وبلشنا نشتغل بالحجر الباكستاني والهندي وغطينا اكثر المشاريع اللي خلينا نحكي انها عملت نقله نوعيه في دوله الامارات لشركه حطين. هاي المشاريع اللي انتم حسيتوا وقتها انه احنا اليوم فعليا اثبتنا نفسنا في دوله خلينا نحكي هي دولة المنافسة فيها صعبة جدا كونها بتضم عدد كبير من المستثمرين من جميع أنحاء العالم مش بس من دول عربية أو من والله يا ستي شوفي البداية هي كانت شوية صعبة بسنة 2000 كان الحجر مش معروف في البلد كان في شوية في تنافس بس المواطنين كمواطنين ما كانوا عندهم يعني خلفية حول هذا الموضوع بالضبط حول موضوع الحجر فطبعا بفضل جهود الشباب والسيلز والامور هذه مشينا الموضوع طبعا غطينا عملنا طبعا في البدايه طبعا تعرف في بدايه الشركه ما كان لا عندنا كتالوجات ولا عندنا شيء بلشنا عملنا كتالوجات الحمد لله رب العالمين للشركه بروشورات اشتغلتوا بالبدايه كمشاريع سكنيه ولا احنا تقريبا شغلنا مقتصر اغلبيه خلينا نقول 90% من شغلنا على الفيلل اللي هي المشاريع السكنيه لانه فيلل وقصور يعني هذا 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 تقريبا شغلنا الرئيسي يعني الا في بعض البنايات طبعا بعض البنايات والابراج قليل جدا يعني ما بتشتغلوا بالضبط يعني ما بروحوا للحجر والرخام بروحوا للكلادينج الالمنيوم والامور هاي بس احنا اغلبيه شغلنا مركز على موضوع السكني المشاريع السكنيه بالضبط استاذ رامي يعني لو حكينا اليوم عن شركه حطين وال 17 سنه اللي مرقت فيها شركه حطين نرجع للماضي شوي ونشوف الفرق بين الماضي واليوم ولوين وصلت شركه حطين شو الحمد لله في فرق كبير بين الماضي واليوم احنا بلشنا بشركه هنا كنا احنا بالسنه ما يخش عندنا 5-6 مشاريع الحمد لله اليوم احنا وكنا بس مغطين تقريبا دبي احنا الحمد لله حاليا احنا مغطين الامارات كامله يعني موجودين بجميع انحاء الامارات فهمت علي من ابو ظبي لدبي للشارقه لعجمان راس الخيمه الفجيره تقريبا احنا مغطين الامارات كامله ففضل الله الحمد لله رب العالمين الحمد يعني لله. شو هو الاساس او القاعده الاساسيه اللي انتم مشيتوا عليها خلال هال 17 سنه اللي موجودين فيها بالامارات لحتى تستمروا وتوصلوا اليوم انكم قادرين تنافسوا اي والله اهم شيء بالتعامل انا بالنسبه لي عندي قاعده اهم شيء بالتعامل صدق مع الناس اكيد اهم شيء وكن مع الله ولا تبالي يعني أكيد. اهم شيء بده يكون مخافه الله بده يكون في صدق مع الناس هذا اهم شيء في التعامل طبعا لابد من التقنيه في العمل لابد من الكادر اللي المميز اللي موجود اللي صحيح. لابد من الاشراف طبعا انا ما بقدر انكر موضوع الاشراف على العمل كمان هذا كله له دور كبير في نجاح الشركه اليوم ايش بتحس اللي بيميزكم عن البقيه في نفس المجال والله يا ستي اليوم احنا الحمد لله يعني احنا في عنا شركة هون وفي عنا مستودعات وفي عنا سياراتنا يعني احنا في البداية ولغاية الآن في شركات ما عندها رخصة صحيح فهمت علي صحيح وشغالة بهالسوق اليوم الحمد لله رب العالمين في عنا شوروم في دبي في عنا مستودع بالشارقة في عنا مصنعنا الأم في عمان فهمت علي أكيد. في عنا سياراتنا في عنا عمالنا الخاصين للشركة يتجاوزون اليوم بتجاوزوا تقريبا بحدود احنا بلشنا بجوز ب10 عمال اليوم تقريبا في عندنا بحدود 150 عامل ما شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لكم وللامام للجميع ان شاء الله لو اجينا وسالناك وين بتشوف شركه حطين بعد 5 سنوات وين ممكن تشوفها والله صراحه انا ما بدي اقول لك العالميه ماشي الحال بس ان شاء الله ان شاء الله بفضل الله احنا فيني احنا اول شيء نغطي الخليج كامل كدول الخليج كامل ومن ثم ان شاء الله ان شاء الله يعني شاء نتامل انه احنا نطلع لل ان شاء الله طول ما في شباب ان شاء الله انترناشونال يعني ان شاء الله طول ما فيها جهود الجباره ان شاء الله بتوصل واحنا بنتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح اليوم وزي ما حكيت انت في البدايه انه احنا اجينا لدوله الامارات بسبب الاستقرار اللي موجود في هالدوله بسبب التطور والازدهار اللي أكيد. موجود في هالدوله الشيء اللي بيساعد اي مستثمر واي صاحب اي طبعاً. فكره صغيره طبعاً. انها تكبر طبعا هل المنظومه اللي موجوده في دوله الامارات الامن والامان اللي موجود بشكل عام احنا بنحكي الامن بكل مقوماته قديش ساعدكم انه توصلوا اليوم طبعا ستي ساعد بشكل كبير بكفي انه انت قاعد في بلد انت مش خايف
مستقر في بلدك انت واهلك واولادك، انت مستقر في بلدك الثاني، وزي ما حكيت في البدايه يعني هذه البلد استضافتنا و صحيح. بشكل يعني بكل حب وبكل أكيد. احترام اعطتكم الفرصه واعطتنا الفرصه انه نحن ننجح في هالبلد. اكيد صحيح اكيد طبعا اكيد الفضل بوجود هالنعمه في هالبلد اللي هو رب العالمين طبعًا. لكن ما بننسى الايادي البشريه اللي كان لها دور كبير في طبعًا. تطور هالبلد في ازدهارها، ما بننسى شيوخ حكام شيوخ البلد طبعا اكيد صحيح. القائمين على البلد بشكل ما شاء الله يعني ب 24 ساعه بتحسي انهم هم مراقبين هالبلد وقائمين عليها، وبهمهم بهمهم كل الشعب ومن كل الجنسيات يكون في صح. عندهم نوع من الاستقرار والفائده، يعني خلينا نقول الفائده يعني أكيد. لانه بتعرف الفائده اهم شيء في أكيد. أكيد. بعد الاستقرار والكذا ان شاء الله الله يطول باعمار شيوخ حكام الامارات ويديم على هالبلد أمين. امنها وامانها ان شاء أمين. الله أمين. اليوم استاذ رامي لمين بحكي شكرا؟ انا بحكي شكرا لوالدي الله يخلي لك. طبعا والدي هو من الناس اللي خلينا نقول مجاهدين في هالدنيا، نزل اول بدايته كانت بالسعوديه، من السعوديه نزلنا على عمان، من عمان انطلقنا في مصنع العسعيس، كان عندنا مصنع بسيط والحمد لله اليوم عندنا مصنع تقريبا بغطي انترناشونال في عمان، في عندنا كادر كامل، في عندنا الات وماكينات تغطي كل هذا بعد ربنا بجهود الوالد. انا كثير كثير بوجه رساله شكر لوالدي الله يخلي لك يا بالاخص يعني والدي يعني الله يخلي نعم. لك يا ان شاء الله، لانه لولا جهود الوالد صحيح. ما صحيح. هو اللي اجى اسس في الشركه في 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 دبي وانطلقنا برضه بجهود الوالد اكيد نعم. الله يخلي لك يا وطول بعمره ان شاء الله، واحنا اليوم نتشكرك استاذ رامي على اللقاء الطيب وعلى الكلام الرائع. شكرا لك وشكرا لاستضافتك. شرفت بارك الله فيك. شكرا لك. يسعدنا أن نستضيف المهندس نور الدين العسيس. بداية أستاذ نور الدين أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني مهندس نور الدين حكينا مع الأستاذ رامي عن شركة حطين، عن الإشي اللي بتتميز فيه، وحكينا بشكل مفصل عن هالشركة والدور اللي بتقوم فيه. اليوم أنت أستاذ نور الدين، الدور اللي أنت بتقوم فيه بهالشركة، شو دورك اللي قمت فيه خلال هال 17 سنة في دولة الإمارات لحتى اليوم قدرتوا توصلوا الشركة للي هي فيه اليوم؟ اهلا وسهلا فيكم بدايه فيك. اهلا شرفتونا. طبعا انا دوري في الشركه مهندس تصميم، بقوم في عمل تصاميم للشركه في مجال الحجر فقط اللي هو الفيلل الكلادينج التلبيس الخارجي. نعمل تصاميم عديده، وطبعا بحيث خبرتنا في الابداع والخبره اللي اكتسبناها من الوالد ومن في مجال العمل تبعنا. طبعا من البداية انت في مجال التصميم. اي نعم، احنا في البداية في من في مجال الحجر وبلشنا في الامور التصميمات. وطبعا اي زبون كاستمر بشرف عندنا هون محتاج تصميمات، محتاج أكيد. لمسات نحطله اياها، نعمله رسمات 3D، رسمات 2D. اليوم بمشاريعكم السكنيه اللي بتشتغلوها بدوله الامارات، اكثر مشروع عمل بحياتك انت نقله عملته انت واشتغلت فيه ولليوم متذكر هذا المشروع؟ هلا بصراحه في عده مشاريع كانت فيها لمسه الابداع بالضبط تبعتي اللي انا حطيتها فيه، وكانت كان اهم شيء عندي انا بصراحه رضا الكاستمر. كيف انه يطلع في الاخر شيء يطلع جميل، لانه في الاخر انا راح احطه في الكتالوج عندي، في مجال عملي، في الويب سايت عندي، فكانت كلها بصراحه كان لها لمسات ابداع. يعني كل خلينا نحكي كل مشروع عملته كان له صراحه معين على وقع معين على كل فيلا انا بشتغلها كنت احط لمسه الابداع تبعتي فيها بحيث انه نكسب اول شيء رضاء الزبون أكيد. رضاء الكاستمر، ونكسب دائما الشغله
للنفس أكيد إرضاء النفس. أكيد خلال يعني خلال عملك في هالمشاريع أكيد واجهت اللي خلينا نحكي هو دائما الذوق هاي أذواق، ممكن شخص يرضى عن الإشي اللي أنت شايفه ممكن شخص ما يرضى. مزبوط. بتشتغل المشاريع اللي ممكن يجي الكاستمر يقول لك أنا ما بدي الإشي اللي أنت بتحكي. صحيح سؤال حلو. هلا أنا كل كاستمر بيختلف عن الثاني أكيد. أكيد. في ناس بتحب الفيلل تكون مودرن، في ناس بتحب الفيلل تكون كلاسيك. طبعا كل الزبون كل شخص بيختلف عن الثاني. صحيح. في الآخر فدراستي مع الشخص مع الكاستمر هي دراسة عن الألوان اللي بيحبها، عن يعني فينا نحكي دراسة نفسية، دراسة نفسية قبل لمسة الإبداع اللي أنا بدي أحط له إياها، بحيث أني أنا وهو نكون في اتجاه واحد، نكون في اتجاه واحد بحيث أنه نعطي الشكل الجمالي للفيلا. وهذا ان شاء الله لكم، ان شاء الله نسمع بشركه حطين من كبرى الشركات اللي موجوده. ان شاء الله شركه حطين راح تشوفوها من زايد. خلينا نشوفها برؤيتك بعد 5 سنوات، وين ممكن توصل ان شاء الله؟ برؤيتنا بعد 5 سنوات راح تكون ان شاء الله بكل انحاء العالم ان شاء الله، وان شاء الله الحجر الاردني والحجر الفلسطيني وجميع انواع الحجر الوطني العربي تنتشر بشكل كبير ان شاء الله، ان شاء الله في كل انحاء العالم ان شاء الله. احنا دائما نتمنى لكم التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله ودوام الاستمراريه. شكرا شكرا لك مهندس، شرفتونا. والآن مع المهندس بلال العسعيس. بداية مهندس بلال أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. الله أهلا وسهلا فيك. يعني مهندس بلال نستكمل حديثنا في الكلام أو الحديث عن شركة حطين، ونحكي أكثر عن الدور اللي حضرتك أنت بتقوم فيه بهالشركة. طبعا أنا المهندس بلال مسؤول المشاريع، مدير المشاريع، بروجكت مانجر في مشاريع شركة حطين. طبعا مبدأ عملي بيجي بعد توقيع العقود. بتبلش انت هون توقيع العقود وانتهاء من عملية الاتفاق والتصميم وكل شيء. اوكي. بعد اتخاذ الابروفد والامور هاي من المالك او من شركة المقاولات او الاستشارات، بغض النظر عن المالك نفسه. ايوه. مبدأ عملي اللي هو تنفيذ المشاريع بعد توقيع العقود. طبعا بعد عملية الابرود بالكوتيشن والرسومات والمخططات والتصميم، طبعا تحت ايدي عمالة من فورمانية وعمال تركيب. اوكي. بنبدأ طبعا بتأسيس الموقع او عملية الموقع لتجهيزية العمل. العمل يكون جاهز للتوريد والتركيب للمشروع. يعني خلينا نحكي الدور اللي بتكون فيه اللي هو اصعب شوي. ايوه اللي هو التنفيذ، عملية المرحلة. صحيح. انه صحيح. المشروع جاهز لتركيب الحجر الاكستيريور. طبعا احنا اكساء الفيلل او اكساء المشاريع من الخارج بالحجر الطبيعي. تمام. اوكي. طبعا انا مسؤول تحت ايدي فورمانية، عمالة، بتم طبعا اتخاذ القرارات. صحيح. خلينا نحكي اليوم عن رؤيتك لشركة حطين بعد 5 سنوات. والله ان شاء الله احنا طبعا زي ما حكوا الشباب، احنا تأسست شركة حطين وقبل شركة حطين مصنع العسعيس. نظرتي مستقبلين ان شاء الله احنا بنطمح لدول الخليج طبعا كامله، خلينا نحكي بالشرق الاوسط. يعني ما شاء الله كلكم نفس طبعا احنا كنا بنفس المجال، حتى الواحد لو درس دراسات بيرجع لنفس المجال في نفس المجال. اوكي. طبعا انا دارس هندسه معماريه وهندسه ديكور للتصميم الداخلي، برضه في نفس المجال اللي احنا شغالين فيه. اتجهت للمجال اللي هو مجال الوالد. اوكي. طبعا احنا شغالين في هذا الشيء بالاكستيريور، شغالين جزء من الانتيريور طبعا بالحجر الطبيعي، من داخل بالاكستيريور وبالانتيريور. جميل. اوكي. فان شاء الله كل التوفيق. الله يحفظك يا رب. وكل ان شاء الله دوام الاستمراريه والنجاح ان شاء الله يا رب على طول اجمعين ان شاء الله.
الإمارات الأبي وعاصمتها بالفخر هي أبو ظبي مجدها مجد الإمارات الأبي وعاصمتها بالفخر هي أبو ظبي والغلا في بلادنا أصل عربي والغلا في بلادنا أصل عربي من أصال الشعب هالوافي الكرام من أصال الشعب هالوافي الكرام دارنا دار المحبة دار المحبة والسلام على فتها ويدم الإمارات أحلى غنوة بغى الزمان يا سلام